يبدو أن المعارك في اليمن بدأت تتفرع لتصبح معارك ضمن أخرى وأطراف ضمن أطراف. فبعد أن انقضت ميليشيات الحوثي على حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وقتلته في صنعاء، هي القوات الموالية للمجلس الجنوبي الانتقالي الذي يدعو لانفصال جنوب اليمن عن شماله تحكم سيطرتها على عدن بعد اشتباكات مع معسكر اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية ودخولها مديريات كريتر ومحاصرة قصر المعاشيق مقر حكومة أحمد عباد بن دغر. مصادر يمنية مطلعة قالت إن الأزمة بين الطرفين هي على خلفية حكومة بن دغر نفسها الذي يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستبدالها بحكومة مصغرة. المصادر نفسها تقول إن الجميع الآن ينتظر توافقات تفضي إلى تشكيل الرئيس هذه حكومة جديدة والبحث عن شخصية تقودها وترضي الجميع. لكن ربما الأزمة تبدو أعمق من ذلك، فقد أعلن محافظ عدن السابق رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي رفض المجلس وجود قوات شمالية في الجنوب، لكنهم سيمضون مع أهداف عاصفة الحزم والوقوف مع التحالف العربي حتى تحرير صنعاء من الحوثيين، مشيرا إلى أنهم سيدعمون نجل شقيق صالح كمقاومة شمالية في مواجهة الميليشيات. أما عن موقف التحالف العربي من الاشتباكات والأحداث في عدن، فقد أصدر التحالف بيانا جدد فيه دعوته المتحاربين إلى التحاور لإنهاء القتال والجلوس على طاولة واحدة ودراسة مطالبهما.